اليوم في إطار تشكل جديد للمعارضة الجادة للمعارضة الوطنية الفعالة، وظاهر أن عذاك يشكل في إطار التجربة الماضية وفي إطار مشروع وطني جامع. نعرف التحديات اللي لا يتنطرح فيه، ونعرف الشوفات اللي عند قدر من الموريتاني، ونعرفوا ومتفهمين مستوى تطلعات واحدين اخرين كانوا يطلعوا عن حركة كفانا يلا تعود قريب منهم ونتيجة العلاقات بيهم وعنها يلا هم تتافق معاهم. يقير حركة كفانا موقفها تقبضوا على دراية وتقبضوا في إطار انطباقا وانسجاما مع نظمها الداخلية، لذلك هذا القرار مر بأغلبية داخلية، ولذلك تم اتخاذ في إطار دعم المرشح للرئاسيات القادمة النائب البرلماني برام الداوي العبيد كما قلت لكم. ولاية تتبنى حركة كفانا موقف المشاركة في كل شيء، والمشاركة في الحملة، والدفع بشكل جيد، والدفع بأطقمها كاملين وبقواعدها الشعبية من أجل عنا نوخو في الشوط الأول، رغم عن الشفافية ما يخالف. هذا الدعم لا يخلق به اللي قد يعود. كان البعض يقول عن الرئيس برام الداوي العبيد عنه ما متافق معاه ياسر من الموريتاني،